قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إنه لن يتم رفع أسعار تذاكر المترو إلا بعد الانتهاء من الخط الرابع بعد عامين. وأضاف عرفات أن مرفق المترو شهد زيادة في استخدامه بنسبة 10% فور خفض الحكومة دعم الوقود، وأن الوزارة بدأت خطوات جادة لتنفيذ مشروع القطار السريع الإسكندرية القاهرة أسوان. دكتور غادة، هل يمكن أن نتوقع أن يتقبل الشارع المصري أي زيادات في تذاكر المترو حتى لو بعد حين؟ الحقيقة أنا يعني مستغربة أن وزير النقل بيتكلم بمنتهى الثقة كده على 2019، يعني هل هو ضامن أنه قاعد في منصبه ل 2019؟ يعني على الأقل على سبيل المقاطعة ما كانش يجيب السيرة يعني. لكن بالتأكيد أن ما فيش حد لا ركاب المترو ولا غيره على استعداد أن هو يتقبل أي زيادة، بالذات بعد الزيادة اللي حصلت في كروت الشحن الأخيرة، ودي لمست طبقة معينة اللي هي برضو من مرتادي الوسائل المواصلات العامة. أنا معرفش الحكومة ماشية إزاي الحقيقة، يعني هي يا إما عاملة حجاب يا إما بتجيب شيخ يقرأ، الله أعلم. بس هذه الثقة في إنها عمالة تسلخ 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 ومتأكدة إن مفيش أي ردود أفعال، أتمنى إن هم يعني يكونوا تكون الثقة دي في محلها، لأن كتر السلخ ده هيجي في مرة غير محسوبة ومش معروفة ويولد انفجار. فبالراحة على الناس شوية، لأن فعلا الناس بقت على احنا عدينا الآخر، احنا في آخر الآخر دلوقتي.